أهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة من حلقتنا عن تطبيقات الجوال. هلأ في تطبيق حب أعرفكم عليه هو Airbnb. هذا التطبيق بيخلينا نشوف شقق مفروشة لقضاء إجازات أو عطل وبأسعار كتير رخيصة. مثلا فينا نحط اللي حابب مثلا يروح برلين، بنشوف هون ببرلين بنحط بس العنوان أونتركونفت، نشوف 8 يورو برونخت، مثلا هوني 15 يورو سمارت سليب اون ذا سليب سمارت سمول اند كوزي ان ذا بيست اريا، شوي افخم 20 يورو برو نخت. بنشوف اذا الواحد بده يحجز، شو في مثلا بهذه، نحن فينا كاتبين لارج روم ان سوبر سنترال جريت ابارتمنت. شوفوا إذا 4 جستة هون، يعني 4 ضيوف، غرفة نوم، تختين وحمامين. بكل بساطة فيك تاخد كل المعلومات اللي حب تاخدها أو تشوفها. طبعا في غرف بتكون فيها انترنت واي فاي، يكون مكتوب شو فيها مواصفات الغرفة. طبعا هون تقريبا غرف سكن مشابهة. هون القوانين السكن، ايمت تشيك ان وايمت تشيك اوت. هون كاتبين من ديستن ان اختي، المفروض الواحد يكون اقل شيء غرفة ينام بالغرفة ينام فيها لليلة واحدة. طبعا هون فرفوكبا كايت بروفن، يعني نشوف ايمت متاحة هاي. اذا بنحط مثلا شوفوا هاي الايام محجوزة، فينا ناخد 20 و21 و22. تشيك اوت ب 21 او 30 و 31، نوفمبر محجوز، ديسمبر محجوز، حتى الشهر السنة الجاية ما في الواحد يحجوز لانه سعره كتير رخيص، يعني تعتبر يعمل شباشر وبعدين في حجزة. في شوف هون الغرف، غرفة شوف صورة بنت حلوة. مطبخ سكن شقق والسعر كتير مقبول بالنسبة لليلة الوحدة. أتمنى البرنامج يكون عجبكم. في طبعا الواحد ينقي أي شقة بيحب يشوف، يعني في أسعار مختلفة أحسن من أنه ينزل بفندق كونه في مطبخ في كل شيء، يعني
ممكن تكون بالشتات متي وسعر رخيص يعني يعني بوسط المدينة وبيكون سعرها كتير رخيص، وفيها حريته أكتر من شقة الفندق اللي بتكون ملزمة كتير قواعد وقوانين. وهي تعتبر مثل غرفة الفندق بس فيها مطبخ فيها كل شيء يحتاج الواحد، ياخذ حريته من دون لا كاميرات مراقبة ولا إزعاجات من ممكن الغرف المجاورة. شكرا لكم، هذا هو البرنامج، فيكم تشوفوا فيك تاخذوا أي نوع الأسعار كم نخت في الواحد، شوفوا السعر اللي بيناسبه ياخده يرفع ينزل ونشوف بقى شو هن الأسعار اللي بتناسبه. إذا بده بريفات سمار يعني غرفة خاصة، إذا بده غرفة جماعية عدد تخوت فيه يختار مثلا 3 تخوت مثلا غرفتين مثلا كم تخت كم حمام، إذا في فيلا تيفاو تي في يعني أو تلفزيون كوشة، إذا في مطبخ فيك تختار كل المواصفات مثلا كوستل لوس بارك بلاتس. إذا عندك حيوان إذا بتدخن شوف هاي غرفة بتدخن، إذا واحد حب يشرب أركيلة أو يدخن سيجارة هاي بيت إيجاره 68 يورو تقريبا. نشوف إذا بتكون الغرفة، وأنا اخترت فيها كتير شغلات حبي، أنت استأجرت لك بيت كامل بس ب68 يورو مع حديقة مع بارك مع انترنت مع تلفزيون مع مطبخ مع غرفة قاعدة فيها كل المواصفات الرفاهية فينا نقول، وسعر كتير قليل 68 يورو بتاخد غرفة سويت أو غرفة صغيرة بفندق عادي، هون انت اخد بيت كامل تقريبا. هذا حلاوة هذا البرنامج، في الواحد يشوف يحكي. نشوفه هنا بساعة 4 قسط فيها 2 نوم 4 تخوت وحمامين. أقل الواحد شيء لازم ياخد ليلة، في انترنت صوبيا دفا وإلى آخره. في يشوف كي وبعدين بيشوف بوخونغ أم فراغن، وهي بتكون بيشوف وين بأي منطقة. يشوف طبعا على الخريطة جنب برلين تقريبا. حلو كتير يعني، أنا بفضل هيك أفضل. فالكن زي يعني ما أكيد بده يكون في بحيرة بالقرب، كن هي القصد عم يقولوا على البحيرة. بالقرب من هاي البحيرة كونكسفالد زي ومجاورة لبرلين. طبعا في ياخد واحد شقق بالشتات متل بوسط المدينة برلين، ما تبعد عن المناطق طبعا السياحية والمهمة ببرلين مثل ألكسندر بلاتس أو أيشتاكس جيبويدي وده براند برجر تور والمعلم السياحي الأشهر لبرلين. طبعا برلين مدينة كتير حلوة وفيها كتير قصص، طبعا ممكن الواحد يدور مو بس ببرلين،
فيشوف مثلا بمناطق كتيرة، مثلا غير برلين، فيشوف باريس كمان نفس القصة، انتر كونفت كمان يشوف أسعار كمان حلوة ورخيصة، أفضل من الفندق وأكبر وأشرح. مثلا بروم إيطاليا، ومدينة روما بإيطاليا، في كمان نشوف أسعار رخيصة. شوفوا هاي 21 يورو بالليلة، طبعا تختلف الأسعار وفقا للمواصفات، الشقة والغرفة أو البيت. هي مثلا هون كتير حلوة، فينا نشوفوا 32 يورو العائلة كاملة فيها تشيزي، يشتركوا ويجوا، مسبح خارجي، مناطق حلوة بإيطاليا. أربع غرف نوم، أربعة حوتة، ثلاث حمامات، في مسموح الحيوانات، في بارك بلات، يعني موقف ركن سيارات، والسعر كتير قليل. يعني إذا 32 بالليل، يعني إذا بيجوا 3 أشخاص بيوقف على الشخص 10 يورو. يعني ما أقدر. طيب هذا هو البرنامج، بتمنى يكون عجبكم، فيكم تشوفوا تتعرفوا عليه، ضيفوا عن طريق جوجل بلاي أو ذا بلاي ستور. وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نشوفكم بحلقة جديدة. مع السلامة.